ناخذ كمان مساله على جوردن كانونيكال فورم. عندي اف اوف اس بتساوي واي اوف اس على يو اوف اس بتساوي 2 اس كيوب زائد 25 اس سكوير زائد 50 اس زائد 18 على اس كيوب زائد 8 اس تربيع زائد 21 اس زائد 18. اول شيء لازم اعمله قبل ما اكمل نقسم، تطلع معي بي نوت 2. اذا بي بتساوي 2. هاي خلصنا منها. ايش الحكي يا شباب؟ ليش الحكي هون؟ انت بني عطا؟ انت بني عطا؟ ما تحكي اذا سمحت، انت واللي جنبك. دي بتساوي 2، اذا عندي الدينومينيتر هلا بنعمل له فاكتورينج. هذا هون اس كيوب زائد 8 اس سكوير زائد 21 اس زائد 18 بيساوي اس بلس 3 تربيع في اس بلس 2. بطلع عندي هون ريبيتد بولز، بطلع عندي ماينس 3 ماينس 3 ماينس 1. لان هي البولز هون بدنا نعمل فاكتورينج. هلا بتطلع، انا هون بختصر الخطوات، بطلع معي اف اوف اس بيساوي 2 زائد 9 اس سكوير زائد 8 اس ناقص 18 على اس بلس 3 تربيع اس بلس 2 ويساوي. هلا هذا الجزء اجى شلت منه التنين الان، او طلع تنين زائد، بتحول عندي ناقص 39 على اس بلس 3 سكوير زائد 7 على اس بلس 3 زائد 2 على اس بلس 2. نفس الشيء هون راح يكون عندي 3 variables، راح يصير عندي هون integrator وكمان او first order system in parallel معاه كمان first order system. عندي هون 1 على اس بلس 3، 1 على اس بلس 3، هاي راح نسميها x2 of s، هاي راح نسميها x1 of s، وهي رح اسميها x3 of s. هاي واحد على s plus 2، رح يطلع معي هلا value من هون، وفي value هون رح يكون كمان constant، وهذا رح يدخل معنا هون، وهذا هون plus plus plus، وبعدين رح يجي عندي dnet. هون راح يطلع معنا y of s، وهاي y hat of s من هون، والبارامترز اللي هون هذه هون عندي u of s وهاي نفسها هون. هلا القيم البارامترز راح تكون عندي اللي مضروب s plus 3 twice minus 39، فهاي راح تكون minus 39. عندي هون 7 وعندي هون، وبتعرفوا تطلعوا الماتريكس، تقدروا تطلعوا الماتريكس من هاي وتكتبوا الايكويشنز. جربوا هذا شوفوا ايش بيطلع معكم منه.